الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لرسالة بعنوان أسئلة وأجوبة للصغار ولا يستغنى عنها الكبار، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثالث من رجب لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة العشرين من الشهر الثالث لعام 18 و2000. وقد وقفنا على السؤال 78، ما أحسن الأخلاق وأفضلها؟ نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم قلتم حفظكم الله. السؤال 78: ما أحسن الأخلاق وأفضلها، وما أقبح الأخلاق وأسوأها؟ الجواب: أحسن الأخلاق وأفضلها الصدق، وأقبح الأخلاق وأسوأها الكذب. طيب، الحمد لله. ما أحسن الأخلاق؟ للأخلاق منزلة عظيمة في الإسلام، حتى لما مدح الله عز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مدحه بالأخلاق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض العلم: ما مدح الله عز وجل عبده محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذا المدح، لما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإن قال قائل: التوحيد أليس أعظم؟ نعم، من الأخلاق توحيد الله عز وجل. فمن أخلاق المسلم أن يعبد الذي خلقه ورزقه ولا يشرك به شيئا، فإن الشرك أقبح الذنوب على الإطلاق، ومن أشرك بالله فهو ظالم، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، والظلم من سوء الأخلاق، والإخلاص من حسن الخلق، وإتقان العبادة لله عز وجل من حسن الخلق، وإكرام عباد الله عز وجل وأداء حقوقهم من حسن الخلق. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق له منزلة عظيمة في الدين. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دينه وخلقه، هذا قد يكون من باب عطف الخاص على العام، فالخلق من الدين، فقال: من أتاكم ترضون دينه، وخصص شيء من الدين وهو الخلق لأهميته، فقال: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويحتمل أن التدين شيء والخلق شيء آخر، وهذا الواقع يشهده، فإن بعض المتدينين قد يكون عنده من التدين الظاهر والسمت وتطبيق السنة، لكن سيء خلق مع أهله، مع جيرانه، مع جلسائه، وإن كان فيه تدين. فناسب أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، فقال: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالخلق منزلته عظيمة في الدين، والخلق ممكن أن يكتسب، ولو لم يكن مكتسبا لما أمرنا به، ما حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأن ممكن إنسان ماذا يا أخوان يتخلق ويكسب الخلق الحسن من التواضع، من العفو، من السماحة، من خفض الصوت، من الصلة، وغير ذلك كثير. وكتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى بوب فيه أبواب كثيرة في الخلق والآداب. ومن أجمل الأخلاق وأحسنها الصدق، والصدق هو ما كان موافقا للواقع، صدق في الأقوال والأخبار والأعمال، أن يكون الإنسان صادقا، فإن الله عز وجل يقول: وكونوا مع الصادقين. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي صادقا.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وضد الصدق الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع، وهو خلق سيء كان يبغضه النبي عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم أنه من صفات من؟ صفات المنافقين، لحديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب. فمن علامات المنافق أنه يكثر الكذب، والكذب حرام حتى في المزاح. والكذب يتفاوت، الكذب على الله ورسوله أشد أنواع الكذب. وفي الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فيتبوى مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا: إن كذب علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. لأن الكذب على الله ورسوله يكون دينا. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتر على الله الكذب. فمن أعظم الكذب هو الكذب على الله عز وجل، كأن يقول إنسان أوحى إلي وهو لم يوحى إليه، أو يقول عن الحلال حرام أو عن الحرام حلال، أو يفترع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع عليه الحديث، أو يكذب على الله عز وجل فيسلبه صفاته أو يصفه بما لم يصف به نفسه، أو يكذب في أخبار الغيب. بل لا يجوز الكذب حتى يدعي إنسان أنه رأى في المنام شيئا وهو لم يره، ولا يجوز الكذب ولو كان مازحا. بل أن امرأة دعت صبيا لها قالت: تعال أعطيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تعطيه؟ قالت: تمرة. قال: ألا أنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت كذبة. فالكذب مذموم من أخلاق المنافقين، يجب على المسلم أن يتنزه عنه وأن يعود لسانه على الصدق ويتجنب الكذب. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلذلك على المسلم أن يصدق وأن يعود نفسه على الصدق. ومن جميل ما روي في الصدق قيل عنه: حقيقة الصدق أن تصدق في موضع لا ينجيك فيه إلا الكذب. يعني إذا أجبت حقيقة صدقا يفوتك شيء أو تتورط في شيء، فعلت ولا ما فعلت، أنت كذا أو ليس كذا، أنت قلت أو لم تقل، أنت ضربت ولا ما ضربت، أنت بدأت ولا ما بدأت. إن قلت الصدق فإنك لن تنجو، تدان. ففي هذا الموضع تصدق، هذا دليل على ماذا؟ على أنك تحب الصدق ومتمسك بالصدق، حتى وإن وجدت إذا صدقت يضرك ذلك أو يفوتك شيء ومع ذلك لم تكذب. والكذب إذا كان مع الحلف بالله عز وجل كان أشد وأغلظ، وإذا كان كذب مع الحلف بالله عز وجل وأكل حقوق الآخرين كان أشد وأغلظ. وفي الحديث: من اقتطع حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، نعوذ بالله، شيء عظيم. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك، يقسم بالله أنه له حق وليس له بحق. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فالكذب يتفاوت، وعلى المسلم أن لا يكذب. فإن قال قائل: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم عليه السلام يوم القيامة يعتذر عن الشفاعة ويقول: كذبت في ذات الله 3 كذبات، فكيف وهو خليل الرحمن وكذب في ذات الله 3 كذبات؟ أولا نقول: ما هي الكذبات 3 التي سماها إبراهيم كذبا؟ الأولى قوله: إني سقيم. والثانية قوله عن أخته، عن زوجتي، أنها أخته. والثالثة قوله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون، ويشير إلى صنم كبير وقد حطم الأصنام، فسألوه: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. هذا ما اعتبره إبراهيم عليه السلام كذبا في ذات الله. وعند التأمل
نجد أن إبراهيم عليه السلام ما كذب، وإنما سمى ذلك كذبا باعتبار ما فهمه الآخرون. لأن ما هو الكذب أصلا؟ تعريفه هو الإخبار بخلاف الواقع. إذا قل جاء فلان وفلان لم يأتي، هذا إيش؟ كذب. إذا قال تزوج فلان وفلان لم يتزوج، هذا كذب. فلان عنده كذا وكذا هو ما عنده، هذا كذب. فمن أخبر بخلاف الواقع فقد كذب. وإبراهيم عليه السلام أفهمهم خلاف الواقع ولم يقل خلاف الواقع، ولكن أفهمهم ذلك. ولأن المقام عظيم لم يجعله الله إلا لرجل واحد وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مقام الشفاعة العظمى، فاعتذر أن يشفع لأحد وقال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى. طيب كيف أفهم خلاف الواقع؟ أولا قوله إني سقيم، تقدم قومه أو توجهوا ليحتفلوا في يوم زينة، يوم عيد يعني، وفي هذا من المعاصي والفجور ومخالفة أمر الله عز وجل، وهذا لا يعجب إبراهيم عليه السلام ولا يريد أن يخالطهم ويشاركهم في ذلك. فلجأ إلى ماذا؟ أنه استلقى على ظهره فنظر نظرة في النجوم، أي استلقى ونظر إلى السماء، وقال إني سقيم، يعني مريض. وهو سقيم مما يراه من قومه، لم يكن سقيما في بدنه، وإنما سقيم في نفسه مما يراه من مما يمارسه قومه، فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، تركوه لأنه سقيم مريض ما يستطيع يذهب معهم، وهو مريض من ماذا؟ مما يفعلون. طيب بعد ذلك ذهب إلى الأصنام، وكما هو معلوم باختصار حطم الأصنام. فلما بلغ القوم أن الأصنام قد حطمت، إبراهيم عليه السلام ذو حجة، آتاه الله حجة، ماذا فعل؟ حطم الأصنام كلها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ما حطم الكبير معهم حتى يقيم حجة الله عليهم. فلما جاءوا وسمعوا وبلغوا الأمر قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لماذا وقع الاختيار على إبراهيم وتوقعه هو أول من حطم الأصنام؟ لأنه اشتهر بدعوته للتوحيد، واشتهر بعيبه هذه الأصنام ويعيبهم لأنهم يشركون بالله عز وجل. وكما قيل من أكثر من شيء عرف به، فكانت دعوته قائمة على توحيد الله، وهكذا كل الأنبياء والمرسلين، فعرف بذلك. فأول ما حطمت الأصنام ذهبت التهمة وأصابع الاتهام مباشرة إلى من؟ إلى إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بانتقاص ويقول ما ينفعون ولا يضرون، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. ماذا قال له؟ قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا إبراهيم عليه السلام قدم مؤخر في الجملة، هو لم يكذب، وإنما قال قدم مؤخر في الجملة في ترتيب الكلام فأوهمه شيئا. انتبهوا، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لو رتبت الجملة هكذا، إن كانوا ينطقون قد فعله كبيرهم هذا، ماذا والمعنى؟ ها، فإذا كانوا ما ينطقون إذا ما فعله كبيرهم هذا. قال فاسألوهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لو قال لهم إن كانوا ينطقون قد فعله كبيرهم هذا، هنا واضح إيش؟ أن ليس كبيرهم الذي فعل ذلك، ولكن هو أراد أن يقيم حجة الله عليهم، فقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا من حطمكم، اسألوا الكبير من حطم الأصنام الصغيرة. فهنا ركبتهم الحجة بأنه قد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف؟ أنت
تعبدونهم هم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون أف لكم لما تعبدون. هذه الكذبة الثانية التي قال إيش كذبت في ذات الله. الثالثة دخل مصر ولم يكن على الإسلام آنذاك في تلك الأرض إلا هو وزوجته. وكان هذا الملك الظالم يقتل كل رجل ذو زوجة. فقال لزوجتي إن قلت أنني زوجك أو قلت أنت زوجي قتلني. وهي أخته في الدين. فقال هي أختي. ويعني بذلك ماذا؟ أن أخته في الدين. وأفهم الملك بأنها إيش أخته في النسب أو بالنسب. فنجى من القتل. هذا كل ما قاله إبراهيم عليه السلام. المهم أن أحسن الأخلاق وأجملها يتحلى بها المسلم ويجب أن يحرص عليها الصدق. وأبغض الأخلاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبحها في الدين الكذب. فعليكم بالصدق وإياكم وإياكم والكذب. نعم. السؤال بعده. نعم. السؤال 79 أكمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الجواب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث عظيم وهو من قواعد المعاملات. قصير في لفظه عظيم في معناه. لو اتخذ أحدنا شعارا لنفسه لكان من أحسن الناس خلقا في معاملة الآخرين. أن تحب لأخيك ها ما تحب لنفسك. ويفهم منه هذا منطوق ويفهم منه أن وتبغض لأخيك ما تبغض لنفسك. والله لو أن أحدنا أو أن أحدا ما أو أي إنسان عمل بهذا الحديث وجعل نصب عينيه في المعاملة لكان من أحسن الناس أخلاقا في التعامل مع الآخرين. إن أراد أن ينظر إلى عورة لا تنظر إلى عورة أخيك لأنك تكره أن ينظر الناس إلى عورتك. إن أراد أن يغش مسلما لا تغش لأنك تكره أن يغشك الآخرون. إن أردت أن يصدق معك أخوك أصدق مع أخيك. حب لأخيك ما تحب لنفسك. لا ترضى أن يعتدي عليك أحد لا في مال ولا في عرض ولا في دم. فلا تعتدي على غيرك. حب لأخيك ما تحب لنفسك. واكره لأخيك ما تكره لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا. لا يؤمن أحدكم لا يتم إيمانه الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعظم ما يحب الإنسان لنفسه الدين. أن يكون على استقامة في دين في اعتقاد وعمل ينجيه يوم القيامة من النار ويدخله الجنة. فإن كان فيك حب لأخيك المسلم فأحب له الدين كما تحب لنفسك. حب له الخير كما تحب لنفسك. حب له النصيحة كما تحب لنفسك. حب أن يكسب أخوك كما تحب أن تكسب. حب أن يصان عرضه كما تحب أن يصان عرضك. عجيب هذا الحديث لو تفكر فيه أحدنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا بالمناسبة انتشر عند بعض الناس أنه يتزوج من بنات المسلمين بنية الطلاق وعلى سبيل العبث ويستغل ضعف المسلمين وقلة ذات اليد وربما سافر قصدا وتعمدا لأن يتزوج واحدة واثنتين وثلاث ربما بأسبوع ويتزوج ويطلق. فلو سألناه سؤالا بريئا هل ترضى أن يفعل أحد معك بهذا الفعل يتزوج ابنتك أو أختك بنيتها ثلاث أربع أيام أسبوع ويطلقها ترضى بهذا؟ فإن قال لا أرضى نقول سبحان الله كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. ما يجوز العبث بأعراض المسلمين. للأسف أن بعض الفجار الفساق الزنات يذهب إلى أماكن الفواحش وبعض الناس الذي يدعي في نفسه التدين والاستقامة ما يذهب إلى الزنا يذهب إلى ماذا؟ إلى الزواج بنية الطلاق.
ويتزوج واحدة واثنتين وثلاث ربما في أسبوع. فلما كثر هذا الفعل وبلغ شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه قال أخبرهم أنهم زنات، أخبرهم أنهم زنات، وهذا محفوظ عنه بالصوت. ما يجوز العبث بأعراض الناس بهذه الطريقة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تزوج زواجا صحيحا، إذا شاء الله عز وجل ما استقامت الأمور وبدأ لك أن تطلق فالطلاق مشروع كما أن الزواج مشروع. أما أن تذهب متعمد تريد أن تطلق بعد ثلاثة أيام وتعبث بأعراض الناس، فهذا ما يفعله ذو مروءة في الحقيقة. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ رجل من الصحابة في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام وجها لوجه ويقول يا رسول الله ائذن لي بالزنا، طلب مستقبح جدا حتى الصحابة قاموا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقنه درسا بقي للمسلمين. قال اقرب مني يا هذا، أترضاه لأمك؟ قال لا بأبي أنت يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي، لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضى لأمي. قال والناس لا يرضون لأمهاتهم، أترضى لابنتك؟ قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضى لابنتي. قال والناس لا يرضون لبناتهم، أترضى لأختك؟ قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضى لأختي. قال والناس لا يرضون لأخواتهم، أترضى لعمتك؟ قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضى لعمتي. قال والناس لا يرضون لعماتهم، أترضى لخالتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضون لخالاتهم. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ، حب لأخيك ما تحب لنفسك، من الإيمان، من الدين، من الإسلام، من المروءة، من الأخلاق، أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملك. إذا بعت سلعة فحب لأخيك ما تحب نفسك، فيها عيب بين، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. حب لأخيك ما تحب نفسك. بعض الناس قد يرى أخا له لا يعرف قيمة السلعة فيستغله، ربما رفع عليه السعر وربما خفض عليه السعر. يعرف هذا ممكن سيارة قيمتها 5000، 5000 أقل بقليل أكثر بقليل، فتبيعني إياها ب2000، توكل على الله، يلا توكلنا على الله. ما يعرف أن هذا مسكين، ما يعرف، هذا اسمه غبن يغبنه. هذا لو بلغ القاضي من حق أن يفسق هذا العقد. طيب هل ترضى أنت يفعل بك هذا الفعل؟ والعكس بالعكس أيضا. فلا يجوز حينئذ للمسلم إلا أن يكون واضحا سمحا محبا للخير للناس كما يحب نفسه. فجاء الحديث في ماذا يا إخوان؟ من قواعد التعامل، قاعدة من قواعد الإسلام هذا في التعامل. فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، ما هو الخلق الحسن اللي يصدق عليك أنك قد خالقت الناس بخلق حسن؟ قالوا أحسن ما يقال في الخلق الحسن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن تحب للناس ما تحب نفسك. فمن عامل الناس كما يحب أن يعامله فهذا قد خالق الناس بخلق حسن. نعم. السؤال 80، من عدوك؟ الجواب الشيطان الرجيم. طيب من عدوك؟ العدو الأول، العدو المبين الظاهر الواضح البين، الشيطان. إن الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. فهو عدو مبين. قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكن تعقلون. فما من بلية إلا وراء الشيطان، إلا ووراها الشيطان. وقد أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم ذرية آدم أجمعين إلا عباد الله من المخلصين. عداوته قديمة ومستمرة، له حبال، له خطوات، يزين العمل، يوقع الإنسان بالشرك بالله عز وجل بالدرجة الأولى،
حتى يخلد في نار جهنم ليكون من أصحاب السعير اللي هم أصحاب اللي لا يفارقونها. إن كثيرا من الناس يستهتر بعداوة الشيطان، ربما يجتهد ويتهم الآخرين من الأعداء من شياطين الإنس الظاهرين، لكن ينسى أن العدو الأول المبين هو الشيطان الذي يجري ابن آدم مجرى الدم، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يأتي الإنسان حتى في منامه، بل أول ما ينزل الإنسان من بطن أمه هو أيضا يوكزه، بل هو له في كل طريق، يزين الأعمال، يزين الشهوات، يقلل من شأن الطاعة، ييأس من رحمة الله، يحرش بين الناس، رضي بالتحريش بينهم، يفرق بين المرء وزوجه، يحمل الإنسان على سوء الظن. عدواته كثيرة. من رحمة الله عز وجل أن بيّن لنا جميع خطواته، بيّن، اقرأ كتاب الله تجد أن الله عز وجل حذر منه وخصه بالاسم، وبين عداوته القديمة حيث أخرج أبوينا من الجنة، وأنه دعاهما وأقسم لهما بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقسم أنه يريد النصيحة، وأنه يسعى لإلقاء الثياب من الناس كما فعل بآدم عليه السلام، وأن له سهام وله خطوات وله تزيين وله دعوة، كل هذا في الكتاب والسنة. عدو مبين. فلذلك يجب على المسلم أن لا يستهين بهذا الشيطان الرجيم العدو المبين، يكثر من الاستعاذة بالله منه، ويعرف خططه وأساليبه وتزيينه ودعوته ومداخله ومخارجه، فهو كيده ضعيف. لكن على من؟ على عباد الله المخلصين، ما يستطيع لهم، ليس له عليهم سلطان، لكن على غيرهم هو إيش؟ وليهم، يتخذونه وليا من دون الله، هو زعيمهم، هو موجههم الأول، لكنه لا قدرة له على ذكر الله عز وجل. إذا سمع النداء الأذان ولا وله ضراط 60 ميلا، ضعيف جدا عند ذكر الله عز وجل، ذكر الله يحرقه حرقا، لا يطيق الذكر. لكن هذا الضعيف يكون قويا على من هو أضعف منه. يعني بعض الناس تارك للصلاة، معلق للتصاوير، ألف المعازف، تدخين، خمور، معاصي، فجور، قليل الذكر، ثم بعد ذلك يدخل فيه الشيطان ويصرعه، يقول ما اللي جاني، أصابتني ضيقة. أين يذهب الشيطان إذا ما دخل في هذه الأمثال؟ هذا أحسن مكان يجده الشيطان. لو دخل المسلم بيته وذكر الله، يقول الشيطان لا مبيت لكم الليلة. فإذا قرب العشاء فذكر اسم الله، قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء. لكن إذا دخل بيته ولم يذكر الله، قال الشيطان أدركت الليلة المبيت. فإذا قرب العشاء ولم يذكر اسم الله عليه، قال أدركت الليلة المبيت والعشاء. لأنه يقول وشارككم في الأموال وأولاد، يستمتع مع الرجل بالزوجة، ويستمتع معه بالطعام، ويستبيح كل طعام لم يذكر اسم الله عليه. بل إذا سقطت اللقمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليرفعها وليمط ما فيها من أذى ولا يدعها للشيطان. الشيطان الرجيم عدو يشارك في كل شيء، ويزن من آدم مجرى الدم، فالواجب الحذر منه. بعض الناس الشيطان الشيطان الشيطان، تفعلها وتقول الشيطان الشيطان، لا، الشيطان هو وراء كل بلية. وبعض الناس يفعل ويقول، وتدري الشيطان شاطر. شنو الشيطان شاطر؟ يعني تريد الشيطان يعلمك تجويد؟ يعني هذا ما هو عذر. من قالك أتبع الشيطان؟ من قالك لم تحذر من الشيطان؟ من قالك تطيعه؟ ومن الناس من يفسد الشيطان عليه اعتقاده ودينه،
بالوسوسة، فيوسوس له في الله عز وجل، في أسمائه، في صفاته، في وجوده، يوسوس له في يوم القيامة، يوسوس له في صحة الإسلام، يوسوس له في صحة نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتجده على طول في ارتباك وفي ريب. ومن الناس من يوسوس له الشيطان ويسد عليه عبادته، يوسوس كثيرا في الطهارة، في الوضوء، في النية، نويت ولا ما نويت، في صلاته، حتى يثقل عليه العبادة. وقد حدث لي أنني كنت أرى أحد الشباب في مسجدي يطيل الوضوء حتى إذا دخل المسجد قد ابتلت ثيابه، نصحته مرارا، ثم بعد فترة لم أره، فرأيت بعد قدرا في مكان ما، الرجل لابس مرتب، وذاك الأول ها ما شاء الله كيف حالك، بشر شو أمورك، قال بشرك تركت الصلاة وارتحت. ما زال به الشيطان يثقل عليه الوضوء والصلاة حتى ماذا؟ حتى ترك الصلاة وارتاح. يقول بعض الناس يوسوس له الشيطان في الطلاق، طلقت ولا ما طلقت، طلق، يريد إفساد حياته. الشيطان عدو، افهم معنى عدو، افهم هذه الكلمة، يقسم بالله يريد أن يطير الأمل على الإنسان، يريد أن يغير خلق الله عز وجل، يريد أن يوسوس لهم في كل شيء. فلذلك جاء هذا السؤال، من عدوك؟ عدو الشيطان. الدليل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم أكمل. السؤال 81، متى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الجواب، أولا قبل قراءة القرآن، ثانيا قبل دخول الخلاء، ثالثا عند الغضب، رابعا عند الوسوسة، خامسا عند سماع نهيق الحمار. طيب، متى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الشيطان من شطنة أي ابتعد، وهو مبعد من رحمة الله عز وجل، وابتعد عن طاعة الله. رجيم أي مرجوم، استحق الرجم. وتستعيذ يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى الاستعاذة اللجوء إلى الله، تستعيذ به أي تلجأ إليه حتى يعيدك مما استعذت بالله منه، حتى يحصنك منه. وتشرع الاستعاذة من جميع الشرور، حتى من شرور النفس. والشيطان لأنه عدو مبين، شرعت الاستعاذة بالله عز منه بمناسبة وغير مناسبة. يشرع المسلم أن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من كل شر، الشيطان وغير الشيطان. ومن ذلك أن يقرأ المعوذتين، وهي أعظم استعاذة، ويحافظ عليهما ويكررهما في الصباح، في المساء، دبر الصلوات، قبل النوم، فإنها استعاذة بالله من جميع الشرور، وسبقا بينا ذلك. هنا في مناسبات خاصة للاستعاذة بالله من الشيطان. أولا قال قبل قراءة القرآن، وذلك لقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى وإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، ليس معنى وإذا قرأت القرآن يعني بعد ما تنتهي من قراءة القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، وإنما إذا أردت أن تقرأ. والمناسبة أولا لأن هذا الذي أمر الله به جل وعلا، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حتى لا تلتبس عليك القراءة، وحتى لا تفهم خطأ، وحتى لا يصرفك عن التدبر بآيات الله الشرعية، وحتى يمكنك أن تتعظ بها وأن تهتدي بها، فحتى يحول بينك وبين شروره شرع لك أن تستعيذ بالله من الشيطان عند قراءة القرآن. ثانيا عند دخول الخلاء، الخلاء المكان الذي يخص لقضاء الحاجة، وسمي خلاء لأن يخلو الإنسان به بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. فالشيطان يتابع الإنسان وينظر إلى عورته، فناسب أن يستعيذ المسلم بالله عز وجل عندما يدخل الخلاء
لحاجة إلى كشف العورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا الدليل الصحيح الصريح ينص على مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان قبل دخول الخلاء. ومعنى إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا دخل يعني إذا أراد. ومعنى الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. وضبط الحديث: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، ليس الخبث، الخبث جمع خبيث. فإذا كان الحديث الخبث والخبائث فمعنى هذا الاستعاذة بالله عز وجل من الخبث نفسه وهو عكس ضد الطيب، والخبائث يعني وأهل الخبائث. على كل حال الأشهر الخبث جمع خبيث وهو الشيطان ذكران الشياطين، والخبائث إناثه، والشياطين منها ذكور وإناث. فيستعيذ المسلم بالله قبل أن يدخل الخلاء، ولأن غالبا ما الشياطين تسكن الأماكن هذه القذرة، فمن المناسب أن المسلم يستعيذ بالله من شرها فيقول قبل الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عند الغضب، الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الغاضب، والغضب آثاره سيئة وكثيرة، من أسوأها الكفر بالله، قد يغضب الإنسان فيكفر بالله عز وجل، ومنها القتل، قد يقتل المؤمن المعصوم الدم. وقد جاء من الوعيد في قتل المؤمن ما لم يأتي بسائر الكبائر، يعني بهذا الصيغة ما علمنا لا في الربا ولا في الزنا ولا في السرقة ولا في غيرها. فقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله. أكثر القتل يكون بسبب الغضب، الغضب جمرة يلقيها الشيطان، كثر القتل في صغري لما كنت طالب في المتوسطة جرت جريمة اشتهر أمرها ذاك الوقت، رجل قطع وألقوا في جثته في عدة أماكن، لكن تذكر الكويت كلها تتحدث عن هذه الجريمة. السنوات هذه الجرائم شبه يومي، مش يومي الله أسبوعي، ما كانت الجريمة بهذا. صحيح الناس زادت لكن أيضا الناس ضعف دينهم، أصبح القتل بكثرة لضعف الدين. ما تريد زوجتك تستريح بإحسان، ليش تقتلها؟ أهانك يا أخي أهنه، تفل علي، تفلك تقتله، يعني قتل مقابل تفلة. والله أحرجني، أحرجك تقتله، إيش هذا؟ صار القتل يعني استهان الناس بالدماء. ما زال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما محرما. بعض الناس يفتخر بالقتل، ربما افتخر بآبائه وأجداده، قتلوا وكسبوا وضربوا كسروا القبيلة الفلانية. قال رجل عاقل، قال: أنت ما على ماذا تفتخر؟ على أجدادك قتلوا؟ على تعلم الله غفر لهم أو لم يغفر لهم بدل لا تدعو لهم؟ هذا ما هو فخر أن واحد قتل. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما ضرب بيده قط خادما ولا امرأة، ضرب ما ضرب خادم ولا امرأة، فضلا أن يقتل. قتل رجل واحد في سبيل الله، لم يكن ضعيفا، كان رحيما، فرق بين الضعف والرحمة، كان قويا، أمر بالجهاد وأمر بإقامة الحدود، ونحر بيده في مقام واحد 63 بدنة، ما هو ضعيف.
يعني الضعيف بعض الناس يظن الضعف رحمة، يمكن ما يستطيع يذبح ذبيحة أو دجاجة، لا رح لا مو رحمة، ضعف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ضعيفا، كان رحيما، كان رحيما. وهكذا يجب على المسلم فرق بين القوة والضعف وبين الرحمة والقسوة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قويا، إذا احتمل وطيس يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، فر الناس من حوله أمام 12,000 في يوم حنين، كانوا 12,000، تصوروا فروا فجأة، يعني الواحد لو كما يقول يشوف الناس هكذا هربوا يمكن يهرب حتى ما يدري إيش الموضوع، بس هرب الناس يهرب معهم. موقف كان، لأن النبل نزل عليهم كالمطر. ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ من 12,000 10، ففر الناس وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم على بغلة لا تحسن الكر ولا الفر، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قوة وثبات. ليس معنى القوة أنك أنت تكون مجرما تقتل الناس تسفك دمائهم، والله عاد عصبت، يقول لك عصبت تلعن وتكفر وتضرب وتقتل تكسر وتطلق. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ماذا؟ جوامع، جوامع الكلم، يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. يأتي رجل يقول أوصني يا رسول الله، يقول لا تغضب. هذا الحديث أورده النووي 40 نووية، لأنه من قواعد الإسلام. شفت إيش قال؟ لا تغضب، ها؟ لا تغضب، هذا من قواعد الإسلام. تدري يا عبد الله لو رجعت في ذاكرتك ندمت على أشياء كثيرة بسبب الغضب، ربما خسرت صديقا أو أخا غضب، ربما طلقت امرأتك غضب، ربما خسرت البيعة الفلانية غضب، ربما السفرة الفلانية، الوظيفة الفلانية، المسؤول الفلاني، الجار الفلاني، خسرت أشياء والسبب الغضب. فصلوات ربي وسلامه عليه لما قال لا تغضب، فالرجل كررها يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. لأن هذه وصية عظيمة، صحيح أنها إيش من كلمتين لا تغضب، لكن المعنى عظيم، منهج الحياة. فإن قال قائل الغضب أصلا حالة تعتري الإنسان، كيف ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش فعلا أنا أفعله، الغضب هو يأتيني. قال المراد أنك تبتعد عن أسباب الغضب، المكان اللي ممكن يثيرك ابتعد عنه، إذا وجدت أن المسألة بدأت تثيرك ابتعد، إن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، اذهب وتوضأ، استعذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو موضوع كتابنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غاضبا فقال إني أعلم كلمات لو قالها لذهب عنه ما فيه، ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنعلم أن السنة لمن كان غاضبا أن يقال له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أخي يا مسلم تعوذ بالله، ما تأتي تقول له أذكر الله أذكر الله أذكر الله، صل على النبي صل على النبي صل على النبي. سبحان الله، هذه أخوان مشاهدة ومعروفة معلومة، أن بعضنا هو غضبان يقول صل على النبي صل على النبي، وإلا بإيش يكون؟ ما نصلي زين، روح أنت مع النبي، ما نذكر الله، إيش عندك؟ يمكن أنت وضعته في هذا الموقع، ما هو موضوع تقول أذكر الله، الموضوع عندما تقول ماذا تقول له؟ خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إني أعلم كلمة لو قال ذهب عنه ما فيه، ما هي؟ ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهي أعظم، ما قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما قال حسبي الله ونعم الوكيل، ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال هو غضبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت إذا رأيت غاضبا قل له استعذ بالله من الشيطان، كرر عليه تعوذ من الشيطان تعوذ من الشيطان تعوذ من الشيطان، وهي نافعة بحمد الله عز وجل. يعني كم من إنسان لما ذكر باستعاذ من الشيطان الرجيم وتعوذ ذهب عنه ما فيه، مصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أعلم كلمات لو قالها لذهب عنه ما فيه. كررها لنفسك ولغيرك، وقلها أمام الغاضب حتى يستوعب أنه غاضب، ولكن بالتي أحسن، ما تجي تصرخ عليه وتقول تعوذ من الشيطان، لأن بعض الناس يمكن بعد
ما يريد توصيل ايش المعلوم، صح؟ يعني بعض الناس تقول جزاك الله خير يغضب، ليش يا اخي؟ قلت لك جزاك الله خير، ليش غضبان؟ قلت لك جزاك الله خير صح، بس شوف شلون قلتها، جزاك الله خير يتنهرني، جزاك الله خير، ها مقبوله ما هي مقبوله. فحتى وانت تقول لواحد استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قولها باسلوب صحيح، ما تجي تصرخ في وجهه تقول اتعوذ من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استهدي بالله، ترى هذا من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان، حتى يذهب عنه ما فيه، صلى الله العافيه. عند الوسوسه الشيطان وسواس خناس، والوسوسه هو التعليم بخفيه او الارسال الكلام بخفيه، وهو يوسوس في صدور الناس، وكما جاء في الحديث يجري ابن آدم مجرى الدم. فالوسوسة كثيرة، منها ما جاء في الحديث المشهور، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، وفي رواية من خلق ربك، فإذا بلغ يعني بلغ هذا الأمر فيك فاستعذ بالله من الشيطان، أو فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، يعني اغلق الموضوع. وفي حديث قال فليقل آمنت بالله ورسله. لماذا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن الشيطان هو الذي أدلى بهذا السؤال، هو الذي وسوس بهذا السؤال. ولما قال يأتي الشيطان أحدكم، هذا عام، يعني ما من إنسان إلا وجاءه الشيطان وسيأتي الشيطان ويبحث معه هذا الموضوع، وهو من خلق الله. بعض الناس والله من المعاصرين يقول كان مشايخنا إذا قال هذا السؤال من خلق الله يقول له فوت يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا النبي اللي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ولكن نحن درسناها وبحثنا كيف تجيب. بعض الناس يقول لو جاءك ملحد فقال من خلق الله كيف تجيبه؟ هو ما أتى ملحد، يمكن ولن يأتي ملحد ولا يحتك بملحدين، لكن هو يريد أن يتفوه بسؤال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنهيه، قال فاستعذ بالله ولينتهي، ما قال كمل. فهو ما يريد، يقول لا مو عن مو سؤال مو بلي، سؤال واحد ملحد سأل السؤال فكيف أجيبه؟ وأنت إيش يهمك هذا الملحد؟ لما خلق الله جهنم؟ خلق له الأشكال هذه، أنت ليس عليك هداه، قل الحق من ربكم، ما أنا مجبور كل واحد يتفلسف أو يلحد أفصل له وادخل معاه في أي باب من الأبواب. الوسوسة كثيرة، وقد أشرنا إلى بعض منها، يعني في الصلاة والوضوء والطلاق والعقيدة. فيشرع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة. خامسا عند سماع نهيق الحمار، لهذا وفي هذا حديث إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه أو قال فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا، بينما قال إيش إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. هذا بعض ما تيسر، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.